كيف ما قلت لكم مع السلامة، مرحبا بكم مرة جديدة. دونك اليوم باش نعملوا مع بعضنا العروس بتاع الجنوب التونسي. باش نعملوا بطريقة جديدة، كنت بارتاجيتها معكم في اليوتيوب، تلقاو اللينك من فوق بالكل. طريقة عمل الهريسة العربي ولا الهروس، طريقة الجنوب التونسي شيف نبيلة، تلقاو اللينك نتاع الانستغرام نتاع اليوتيوب. اليوم باش نعملوا لكم طريقة جديدة. اول حاجه نستحقوا بول باش نخلطوا فيها، نستحقوا حاجه بالخطأ نتاعها، نحطوا فيها الهريسه بعد ما تحضر. باش نحطوا الفلفل الزينه، عندي ثلاثه انواع نتاع فلفل الزينه. دونك عندي الهريسه الفلفل الزينه حاره متوسطه ومش حاره. دونك هوني انا هو نورمالمون الهروس بالجنوب التونسي يتعمل بالبصل، انا هوني باش نعمل بطريقه جديده، مش نحط فيه البصل، باش نحط فيه الثوم. تحبوا تخشوا الكونتيتي نتاع الثوم، والا تشريو كيف ما انا شاري. هوني عندي الثوم مرحي مخلط بالبيرسيل، باش نحط باكو هكا، باكو نتاع 140 غرام وشويه قعدلي. دونك باش نخلطوا مع بعضهم. بالطبيعه نستحقوا الملح باش نصبروا بيه الهروس. عندي هوني الفلفل المهروش ولا الفلفل الشايح باش نحطوا منه شويه، وباش ناخذوا شويه كرويه. دونك هذوما الحاجات اللي نستحقهم. عندي هوني فلفل شايح وورقات رند للاخر بالكل. دونك تبعوا الطريقه، ياس حلوه وبنينه، اي سورتو كي طيب ماكله ما تستحقش باش تحط دي زيبيس ومخلطين. دونك اول حاجه نعملوها باش نحطوا بالطبيعه زيت زيتونه، اي نوعيه زيت زيتونه عندكم، ولا تنجموا تحطوا بالزيت الحاكم. انا هوني باش نحط زيت زيتونه. دونك اول حاجه نعملوها نحطوا، دونك هذا بالنسبه لي انا، هذا فلفل زينه مش حار. دونك نزيدو مغرف زيت الفلفل زينه مش حار، نزيدو مغرف ديتا مغرف خاطر باش نعملو كونتيتي كبيره. وهذه الفلفل زينه حاره، انتي والحروريه تنجم تعملها مش حاره كيما تنجم تعملها حاره. انا هوني باش نحط مغرفتين اكاها جوست على الحروريه، مش باش نكثر. فوالا فوالا، طريقه ياسر بنينه وجربوها باش تعجبكم. حبيبي الاخر ما تنساوش تعملوا جيميت وبارطاج باش يوصل للعباد الكل. دونك ناخذوا شيشه فلفل مهروش ولا فلفل شايح، مش باش نحط برشا، باش نحط جوست شويه ما يقارب مغرفه ونص. اي فوالا، عندي مده الحق نتاع ربي نقول كل مره باش نعاودها خاطر كنت محضرته. هوني عندي الثوم الشايح، البصل الشايح، تنجموا تعملوا بالبصل الشايح كيما تنجموا تعملوا بالبصل العادي. اذا تحبوا تعملوا الهروس نتاع الجنوب التونسي بالبصل العادي، دونك نفخوه ليله كامله، قصوا البصل وخليوه في الملح، حطوا فيه برشا ملح وخلوه لين يشرب يسيب اكل الماء نتاعو من غدوه تعصروه وتستعملوا كامل البصل. دونك هوني حطيت ابصل الشيح، باش نوريكم ايتاب ايتاب، وخدوا معايا. دونك ناخذوا الثوم، هو عبارة على بودر، نخلطها بالمعلوس. دونك ما تنساوش تحط برشا ملح، برشا برشا ملح باش يصبر. دونك هوني باش نحط الكرويه نتاعنا، تحبوا كرويه ولا تحطوا التابل. يقول قايل الكرويه ما تجيش في كل ماكله نحضروها، اسكو نورمال؟ وي نجم تحطها، تبان. جربوها الغوسيت هذي وكان ما عجبتكمش قولولي. الوغ باش ناخذو الملح، باش نحطو برشا ملح،
نقول لكم برشا ملح يعني برشا ملح. ماء كي تبداو باش تطيبوا الماكله نتاعكم حاولوا فوالا كي نقول برشا ملح يعني برشا ملح. كي تبداو باش تطيبوا الماكله حاولوا تنقصوا من الملح الماكسيموم ولا ما تحطوش ملح جمله واحده. كي تحط ملح روس هذا بس كي خاطر سي كونسيرفاتور فوالا. نحطو الكل مع بعضها قبل ما نصبو الزيت يعني ما نسحقوش الماء من واحدة ما نحطوش الماء باش نخلط الكل باش يتخلط مع بعضه. خاطر اذا كان مش تحط الزيت قبل مش باش يتخلط بالبيه. نحاول نخلطو باش نحطو زيت الزيتونة. أي نوعية زيت زيتونة عندكم موجودة ولا تنجم تستعمل الزيت الحاكم. نخلطو منول بالمغرفة بعد ليش كان عندك ديكون باش تخلط بالليغو باش العجينه فريمون تجيكم عجينه متماسكه. وهذا كيف ما قلت لكم الهريسه طيب وقد ما يقعد قد ما يجي ابل وابل. صدقوني ما تستحقوش للمفاحات جمله واحده والله ما ترحموا لي على والدي. ادخلوا لللينك نتاع اليوتيوب نتاعي تلقاو برشا دو روسيت parmi les recettes باش تلقاو الهروس نتاع الجنوب التونسي كنت عملتو ديجا بالبصل الاخضر. نزيدو الزيت الهروس نتاعنا بطريقة سهلة وبنينة وسورتو فيت في لك العبيد اللي ما تحبش تشد لفاحات وتعمل. تو ماذا جاي نعملهولكم بالفلفل الشيح. تو كيما نشوفو بعد ما تخلط كل شيء مع بعضه فاش نطيب. أميرة قاعدة نطيب نعمل في الهروس الهريسة العربي اللي هي تجيب الفلفل الشيح. حين عملت لكم طريقة سهلة على الاخر حطيتكم فيها الفلفل الزينة موجود اللينك في القناة نتاعي. دونك بعد ما حصلنا على العجينة هذه باش نبداو نخلطو بالليغو ولا اللي انت موجود عندك. نحاولو نخلطوها بالباهي بالباهي باش تتماسك باش توليكم كيما الباك. فوالا شوفوا كيفاش نخلط. نخلطها بالبيبي اي سورتو ما تنساوش الملح. قلت لكم لازم نحطوا فيه فريمون برشا ملح.
يعني هذه الروس نتاعنا باش نزيدوه شويه زيت الزيتون. ميرسي ميرو بول لي جيم. ادخلوا للكونت نتاع ميرو عندها دي حاجات انتريسون. دونك فوالا راهو قد ما يقعد في الفريجو ما تنساوش تحطوه يتصبر في الفريجو, وقد ما يقعد في الفريجو قد ما يزيد بنا على بنا. انا اليوم عملته لكم بالثوم, اما هو راهو يجي بالبصل. حطيت لكم فيه الثوم هوني, حطيت لكم فيه الثوم, حطيت فيه البصل الشهير. كيما تتحصل على العريسة هكا, شوف شفت كي تبدا هكا معناها سي بون. فوالا دونك ناخذو البول اللي قلتلكم عليها باش نحطوها. دونك ناخذو توا باش نبداو نحطو فيه ديما الحاجة الدياري, الحاجة اللي نحضروها في الدار ديما تكون عندها طعمة خاصة وتكون بنتها وحدها. شوف اليوم باش تستحق العريسة العربي. دونك نحاولوا نرصفوا هكا بالطريقه هذه باش ما نخليوش فيها هواء, وما تنساوش كي تحطوا برشا ملح هوني حاولوا الماكله نتاعكم ما تحطوش فيها ملح والا الذوقها. فوالا هذه هي الريسه العربي نتاعنا تحمل 66 كيف. دونك هاش باش نزيدولها باش نحطولها فلفل شايح هكا باش نزينو بيه وباش يصيب الريحه نتاعو بوندو. نحطو ريقه ترنت, نجمو تزيدو كعبات ثوم اخضر. تبيع على ريقه الرند والفلفل الشايح نشيحوهم بالبهي ونخليهم. دونك هذه هي باش نزيدها مغرفة زيت زيتونه من الفوق. تعمل 66 كيف. جربوها زادة بالبصل راهي تجي روعة 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 كيف ما قلت لكم. البصل
تقصوا الكونتيتي اللي عندكم 10 كيلو 3 كيلو 4 كيلو انت والكونتيتي اللي تحب تعملها. دونك تقصوها الكل مع بعضها وتحطوها في الاشفار ملح، خليوها تتنفخ ليله كامله بطبيعتها اوتوماتيكمون باش تصيب اكل الملح نتاعها. بطبيعتها باش تصيب اكل الملح نتاعها. دونك هذي فوالا فوالا بطبيعتها باش تصيب الملح الماء نتاعها. دونك نطيشوا الماء نتاع اللي بيتنا فيه ليله كامله ونستعملوا البصل. تحطوا البصل، تحطوا فلفل شايح مهروش ولا تحطوا فلفل زينة، وما لهمش يعملوا بالفلفل زينة، تحبوا فلفل زينة عربي ولا فلفل ولا فلفل زينة تشري. دونك ولا تاخذوا فلفل شايح، مي الأكثرية فلفل شايح باش يعملوا بيه الليبيسة العربي 100%. دونك هذا هي، حبيت نوريكم كيفاش تتعمل لي مالغري بارطاجيتها في قناتي قبل على اليوتيوب. الوصفه هذه اللي كنا عملتها لكم بالبصل راهي تجي روعه وبنينه، عطيت منها حتى لحمتي حتى ما تفسدش، تقعد عام عامين وهي تقعد تشد روحها. مي فريمون فوالا كملت وستي، باش نعملو قهيوة ونمشو نتقص. دونك مقعد هنا كاين نخبيو السلايطة نتاعنا. شوفو انا خليكم قبل ما تشوفو فوالا دونك مقعد هنا كاين نحطوها في الفريكو ونخليوها للاستعمال. وراه ما تخافوش، راهي قد ما تقعد راهي قد ما تجي بنينه. هذه الهريسة نتاعنا العربي حبلت، نسكروا عليها بالبهي ما نخليوهاش تتنفس. وماذا بينا كي نستعملوا المغرفه نحطوا فيها مغرفه صغيره ككل استعمال. اي فوالا نخليوها في كل استعمال، نحطوها في الفريجو ايوا نسيتنا حضرت. توا يا سيدي بزيدك باش نعمل اش باش نعمل باش نعمل باش نعمل قهوة عربي. علاش قهوة عربي؟ على خاطر الشتا عندنا ما شاء الله. باش نوريكم عندنا الشتا تصب ماذا بينا كي نمسخو حاجة ماذا بينا نمسخوها في ميم طو هكاكا مثلا مش علينا القضية. اتنساو جامي تو بارتاج للناس اللي أول مرة تدخل تشوفني على تيك توك، راني جديدة على تيك توك، لكن في اليوتيوب عندي الشين متاعي فيها برشا دو روسيتي صراحة مني. اي فوالا توا يجي نعملو قهيوة مع بعضنا. نرجع الدين للبلاصتها.
Alors, je mets ma viande. Alors, je n'en ai pas en mode avant. Merci Ali, j'aime. متنساوش اللي عنده سؤال يحب يسألوني. مرحبا بكم. بونجور هيبة، إي نحكي على هلوس نتاع الجنوب التونسي، هو نورمالمون يتعمل بالبصل، لكن أنا عملته اليوم بطريقة جديدة، حطيت فيه الثوم، برشا ثوم، حطيت فيه البصل الشايح، دونك ميرسي ميرو، حطيت فيه فوالا فوالا نسكم معايا نتفرجوا في الشتاء مع بعضنا. شوفوا 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 في الشتاء انا مو تاع الطقس كي يبدا هكا الحق نتاع رب نتاع اقيوة. خليكم شوية نمشي نشرب شوية صابون نشعلكم مشاكل ما تقولها. أنا متأكد ما رح يعمل شيء.
Et voilà. Je vais filer. Je souffre mal. Thank you.